مرحبا بكم في قناة الساحة الرقمية العربية، آخر أخبار العملات الرقمية في مكان واحد. سنتعرف على النقاط التالية: ما هو أكواغوت فاينانس؟ ما هي ميزات أكواغوت فاينانس؟ ما هو أكواغوت فاينانس؟ هو رمز بيئي لا مركزي لا احتكاك لتوليد الغلة. يعمل الرمز المميز على بروتوكول التوزيع المباشر لقفل السيول الآلي والتوزيع الذاتي، مما يوفر معاملات آمنة. ما هي ميزات أكواغوت فاينانس؟ أكواغوت هو رمز المنفعة الأصلي، وسيتم استخدامه من أجل تجميع التبرعات عبر الشبكة وتكامل التجارة الإلكترونية لاستخدامها في شراء المواد وتسجيل معاملات سوق NFT. يهدف فريق التطوير إلى إشراك المجتمع ويحافظ على الشفافية الكاملة للمشروع وإجراء استطلاعات الرأي والمناقشات مع المجتمع لاتخاذ القرارات الرئيسية بشأن المشروع. نسعى لنقل آخر أخبار العملات الرقمية بدعمكم المستمر لنا. لطفاً لا تنسى الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس.